أعزائي المشاهدين، جاء الوقت إن إحنا نعلن فيها الفائز في مسابقة سنترا سيلفي، والفائز معنا في المسابقة هو عبد الله فراج. الصورة هذه فازت أفضل صورة في الهاشتاج حق سنترا سيلفي، وطبعا الجائزة هي نيسان سنترا 2015، وأنا سلم له هي بنفسي. ويا عبد الله يا فراج، في الحلقة الجاية إن شاء الله المفتاح شخصيا يدا بيد مني أنا، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. لا دحين نبدأ الحلقة. الحفر، انا عارف الموضوع قديم وخلاص يا هو تكلمنا عنه كثير. بالضبط، احنا بطلنا، احنا كنا استسلمنا، احنا بطلنا نتكلم عنه كانه خلاص عادي، لازم نتعايش معاه. سيداتي سادتي اعزائنا المستمعين، في هذه اللحظات الجميله وفي هذا الجو المناسب نقدم لكم برنامجنا الاسبوع. اسفين يا سيدي، اسفين على المطب، سوري. يوه شكلك بجد انت. هذا اللي بسوي بس. وعادي عادي، ما كان صار شيء والله. اليوم اكلت حفره ما صارت هرجه، صار ايه خلاص طفشنا كلنا اكلنا حفره اليوم، صار شيء يومي. انت مو تقوم تفطر تشرب قهوه تاكل حفره كذا، اذا ما اكلت حفره يصير في شيء ناقص اليوم. صار متعودين على ذا الموضوع وهذه مصيبه، لان انا اصلا ماني قادر اصير زيكم. صار كل ما اكل حفره اقول ليه. انا اطالب بتنظيم الحفر، اذا كان لازم عليه مفروض علينا اطالب انه ما يكون في حفره. يعني ليش؟ لانه يا اخي مو مرتب، مو منظم. اذا كنت تبغى تمشوه عليه انه على اساس انه شيء من اليوم، نظموه، حط مثلا حفره وبعدين بعد 3 كيلو حفره عشان واحد يعرف، لانه يخرب علي، يخرب علي مثلا ايش برستيج. احنا اصلا ما ورانا شيء غير الميك اب حقك، ما ورانا شيء في اليوم غير ان نستنى الميك اب حقك. هذه الاغنيه خرب ام الشخصيه، خرب ام البرستيج، ما عاد في برستيج بعد الخطخطه دي. تبغى ترفع صوتك منظرك بزره، فاهم ايش تسوي؟ بالله ايش تسوي؟ فنشوف لك صرفه، قول هديك دي الاغنيه ايش هي، ما اعرف اللي تشتغل دحين. المهم هي وحبه حبه نبدا نطالع في الجانب المضيء من الحفره. مثلا عندك لبن تبغى تخضه جيدا قبل الاستعمال، مو مكتوب كذا؟ اعرف لك شارع من البقاله للحفره. الله 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 الله، ايش قاعد تسوي؟ الله الله الله، ايش هذه حبيبي؟ فك وتشرب على طول. جرب طيب، امسك. الله الله، خلاص قلت احنا مفاضيين، احنا قلت نخض خلاص، خش حفره مخضوطه جاهزه، لبنك خلاص جاهز للشرب. شفت انت كيف تسوي مع المطبات اللي هي الخطوط الصفراء دي؟ حط حوالين الحفره اصفر هذا، حط لوح، حط لوح، فاهم اللي هناك حفره طبيعيه لانه ما صناعيه. يعني الحفر كيف تصير مع حوامل التعريف، تاخذها وانت مرتاح. والله لا تحرج بالمكان، طفش 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 وبعدين يعني. طيب وش رايك نسوي برنامج نسعد انفسنا ونسعد المتابعين؟ يا قلبي يا عمري يا حياتي يا دفاعي انت. الظاهر ان هذا برنامج راديو اصلا، شافوا فيديو على اليوتيوب وصفقوا امه في بعض، صار هذا الفيديو الغريب المتخلف اللي ما نعرف هو ايش بالضبط. كل مكان طفش 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 وبعدين يعني. طيب وش رايك نسوي برنامج نسعد انفسنا ونسعد المتابعين؟ يعني خليهم يشوفونا ويستانسون. يا ليت والله. اي تونس في الناس، انا ما تونس ابدا. وبعدين ليه الصوت مركب؟ ليه الصوت؟ ليه ما ليه سجلت صوت وقت ما مثلت؟ واللي اكثر من الصوت انه مركب، مكتوم. الصوت مكتوم، ما في شيء، ما في صوت واحد يتنفس، عصفور يعدي، وزغه جالسه تدندن، ما في شيء. صوت الباب انفتح، صوت ما في صوت اي شيء، فاهم اللي بس. يا عمري يا قلبي يا حياتي يا دفاعي انت، تدرين لولا وجودك معي الحين كان متبرد. زميلي ليه؟ بدل من كثر ما الصوت مكتوم انا كتمت، كتمت يا رجل، وسع صدري يا عمي، انا كتمت معاك يا عمي. حط صوت اي شيء، حط صوت شلال. لا وفوق ذا كله مع الصمت الكتمه يقعد يعيد الكلام، ومو اي كلام، كلام تمالح. فديتك يا عمري يا قلبي يا حياتي يا دفاعي انت، تدرين لولا وجودك معي الحين كان متبرد. فديتك يا عمري يا قلبي يا حياتي يا قلبي. واضح انه قاعد يتعاد الكلام، قاعد تضحك على مين انت؟ مره واضح انك قاعد تعيد الكلام، والمشكله لما تعيد الكلام مستفز. افهم 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 زي كذا كذا. لقطك لقطك، من اللي معك؟ ايش عم ايش اللي لقطك لقطك، مين اللي معك؟ يختفي ساحر سندريلا هذا. هل تقول ان مقول وسندريلا فستان جديد؟ لا في جد زي كذا؟ جدي تبى تاكل شيء؟ لا ما باكل شيء. ما مي احد يبا. لا تكذب علي، لا بشوف، لازم اشوف. دفاية مو بس كتمة، مو بس الكلام قاعد يتعاد ومو ملاحق ترى. دفاية
دفاية دفاية اللي بيلحق على التفلة فاهم اللي جاته رفع فهم دفاية يلا خلني أروح أشوف لي أقرب دفاية أنا بعد الله 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 على النكتة الأخيرة جميل جميل يعني أنا ما قدرت صراحة استحفمت العيال قاعدين يقول ليش بك يا بدر ليش بك مكركر وأنا يا بدر أهدى أستني هو صلي عني وأنا أقول لا قال خليني أشوف أقرب دفاية بعد ما كفوا أشوف ولده ماسك دفاية إنه مرة بوكا فاهم اللي النكتة هذه بالنهاية المفروض ما تعديها كذا ما بقول أقرب دفاية بعدين بقول طنق طلان دان 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 وجمهور ترى على فكرة أنت لما بتضحكني حاول أنت ما تخليني أحس بمشاعر ملخبطة لا تقرفني ما ينفع أنت لما تقول لي نكتة تقول لي يا عمري يا قلبي يا حياتي يا دفاية أنت استفزاز ده أنا ما حضحك زي كذا حقول لك اللي هذه كذا هذا الوجه اللي يطلع منه ما 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 ينفع تقولي نكتة مرة واحد كان ماشي في الشارع يا دفاية أنت ما حضحك لا لا خليك تعيد أو شو صار أنا ما ركزت الظهر ان البني ادم ده داخل يخدم على شاي داخل كده ووصل واحد قال له صاح ما طالف المعزين كلهم اخذوا شاي في نفس اللحظه فاهم اللي خد كله شاي هذه نهايه البلف هذه نهايه لما واحد يقول لك صاح تحاول تثبت انك انت صح يا حبيبي انت تدخل خدم شاهي مالك صلاح بالرقص مالك صلاح مو لازم ترقص بشاهي يعني ما صار مشكله بعد ما طاحت صار بيلحق عليها هي بعد ما طاحت صار بيلحق على كاسات شاهي يا رجل انت عارف ايش صار تعرف ان الشاهي طاح من الكاسات قبل ما تطيح الكاسات الكاسات لسه كانت في التبسي والشاهي نزل يا رجل انت حتى لو وقفت الوقت فاهم اللي سويت برضو كاسات ما فيها شاي برضو يكون الشاي طاح انا شايفه هو رايح للمعزين بيطي عليهم الشاي شايف هو قاعد يقولهم وخروا فهمت انت لو حطيت المقطع بالبطيحه تشوفه يقول لي وخروا الناس قاعد تصور ما تبغى توخر عاجبهم الاكشن وطاح الناس اللي تصور بس الناس اللي تصور يحب الاضواء يروح لها الجري فاهم اللي انتوا تصوروا استغنوا خذوا شاي الفيديو اللي احنا على وشك ان احنا نشوفه يا جماعه هذا واحد حبيبته زعلانه منه ويبغى يرجعها يعني يقنع انها ترجع بس بطريقته الخاصه انا والله حبيبتي توتا بقول لك حاجه اوكي واللي يحرمني حياتي واللي يحرمني شبابي وهذه سجاره اوكي وهذا لساني حبس نقطه واحده وهذه النقطه ها ايش الجو ايش الجو الجو الرومانسي حقك المقرف ده ايش الجو فين الحب في الموضوع حبش ايه عمي حب سعبيل انت عارف انه نزل منك سعبيل نزل سحب بوت بوت كده وانت ولحقت عليه شويتين ولسه في يدك انا عارف انه لسه في يدك يعني ايه انا عارف ما عندك تعيد المقطع اللي ما عندك تحرق تاني بس ليه ليه لو تحرق نقطة ايش نقطة ايش نقطة هذه النقطة ها طلب منك نبغى نقطة تقول اسمع ترى انا ما حرجع الا لما تحط نقطة فين تحط النقطة انا ما اعرف لسانك شوف راسك حط نقطة يا عمي ايش نقطة ايش الحب المعفن ده يا اخي ادي وردة حمراء يا عمي انتهى الموضوع ليه لازم واحد يحرق الثاني ولا توتة كده جوا حرقني ثاني انا حرقني ثاني ما بدي تقول سين بعدها يا حبيبي انت فاهم الحب غلط الحب ان انت تسوي شيء فتبغى تراضيها تبغى تراضيها صح طب انا اقول لك كيف تراضيها سوي لها شيء يفرحها مو تسوي شيء في نفسك حلفت لك بعد حبك حط قطرة وهذه النقطة ها ايش استفادت هي بالله بالله ايش استفادت صار ما عندك تقول سين شكلك من النوع اللي يحب ينفرش صح بس الظاهر يعني زمان على الفرش فقمت تفرش نفسك تحرق نفسك ومدري تخيل بالله بعدين شفتيني ولا حرق لسان تضحك ما عاد في رومانسية خلصت لسانك محروق خلاص تكفيش هذي انا احرق لساني ان قلت لغيرش احبه اذا هذا يرضيش كيف يرضيها كيف يرضيها انك تعذب نفسك كيف يرضيها بالله انا ما حرجع لك الا لما تعذب نفسك وتحرق لسانك وتخلع عيونك وتموت هذا اللي باقي زي ما يقولون بدايه الغيث قطره قطره ايه ايش قصدك بقطره اي غيث غيث من التعذيب انت ايش ناوي تسوي في نفسك انا خايف من الفيديو الجاي ايش ممكن يصير الرجال يقول لك بدايه الغيث قطره حرق لسانه يقول لك هذا لسه قطره من غيث غيث من التعذيب هي توتة الظاهر جوها تعذيب فاهم اللي قولي لي ايش تبين اسوي عين هذا يرجل انا اللي كذا يجيب دريل ها
تحب عذاب الله. افهميني، لا تحبيني بس افهميني بس. دحين تحرك لسانك بس عشان تفهمك؟ هذا لو انت تبغاها تحبك ايش حتسوي؟ دحين انت كويت فهمتيني بعد ما الكلام والعيون راح جاء دور تحبيني. عشان تحبيني انا مجهز لك مفاجاه. لا تنسونا من اللايك والسبسكرايب. الكومنت اهم من اللايك.